مغروم برشا بالتاريخ القديم، تاريخ كارتاج، تاريخ الكنعانيين، تاريخ حضارات البحر المتوسط الكل، وسورتو مغروم برشا بصبغة اسمها صبغة الأرجوان الملكي اللي كانوا يخرجوها قبل الكنعانيين في سواحل فلسطين وسوريا ولبنان، خاصة صور وصيدا وسرفند، يخرجوها من ميوركس اللي هو بابوش البحر، يخرجوها ألوان متعددة، فما الأزرق الملكي، فما الأرجوان الملكي، وكانت الصبغة هذه هي صبغة الملوك، غالية برشا، عمرها 4000 سنة. انتشرت الصناعة هذه في البحر المتوسط الكل، والحضارة القرطاجينية كيف ورثت الصناعة هذه من أجدادهم الكنعانيين، وطورتها برشا في سواحل على طول السواحل التونسية، من جربة لقابس لكركوان كرتاج، وطورتها زادة في على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. كانت يعني صناعة تدر عليها برشا أرباح وبرشا فلوس، وكانت يعني مخصصت لها مصانع يعني كبيرة، مثلا على الأرجوان هذيك كما نشوفوا توا في جربة، عندنا الآثار نتاعهم توا موجودين لتوا، أحواض الأرجوان والبقايا نتاع القواقع نتاع الميوراكس هذيا لتوا موجودة بالآلاف وبالملايين. يسموه في الشمس، ما فهمتش برشا شمس. هذاك كيفاش حضرتهم البارح؟ الصبغة المركزة الأرجوان صور كما يقولوا قبل، اللي هي من أثمن الأصباغ الأرجوانية خاطر فيه برشا أنواع، كانت تسوى الأكثر من 10 مرات قد أضعاف سوم الذهب، دونك كانت غالية برشا. علاش؟ على خاطر صعيبة برشا استخراج متاعها، تتكلف برشا برشا كمية كبيرة برشا من حلزون البحر ميوراكس هذايا، وكانت تتطلب يعني مئات من العمال اللي كانوا يخرجوا فيها وعلى مراحل متعددة باش يوصلوا يخرجوا الصبغة هذايا. دونك كانت عملية شاقة، تاخذ برشا وقت وبرشا كميات هائلة من الميوراكس هذايا، هذاك علاش كانت أغلى من الذهب. شنو غادي كيلو؟ أنا تغرمت بها وأنا عمري 14 عام في حصة التاريخ، كنا نحكيو على الكنعانيين والفينيقيين وكيفاش معناها كانوا يخرجوا في الصبغة هذيا من حلزون البحر هذيا اللي اسمه الميوريكس أو المريق بالعربية. قعدت الحكاية هذيك يعني في مخي نفكر فيها سنين، لكن ما لقيتش حتى جواب على الأسئلة متاعي، لين عام 2007 على شط كارتاج لقيت واحدة ميوريكس، يعني كعبة ميوريكس في البحر، نافقة على البحر مكسرة وخارجة منها اللون الأرجواني هذايا. دونك وقتها كيف شفتها قلت يعني أكيد هذايا هو الأرجوان الملكي اللي قريت عليه في حصة التاريخ، ومن وقتها بدا المغامرة متاعي مع الصباغة هذايا. نصوص تاريخية يعني قليلة برشا في المجال هذايا، دونك تعلمت وحدي، حاولت عملت برشا محاولات من الاول، يعني خذت لي عامين 3 سنين من الاول بالكل، يعني من 2007 حتى 2010 باش نجمت نخرج اول صبغه مركزه، وكانت يعني ماهيش بالجوده العاليه اللي نخرج فيها انا توا، وبشويه بشويه يعني تعلمت وخرجت توا عندي تقريب 25 او 30 لون مركز، الكل خارج من 3 انواع متاع الميوراكس اللي كانوا يستعملوهم القدامى قبل تاريخيا في صناعه الارجوان الملكي، وكيف كيف عندي تقريب 80 لون على الحرير وعلى الصوف، توصل باش تخرج جرام صبيغه مركزه من بعض الالوان تستحق 80 كيلو ميوراكس، يعني ماهيش حاجه سهله بالكل، تاخذ لك من وقتك من صحتك من وقت عائلتك، اما النتيجه ديما تشجعك، وابريتو هذه حاجه معناها تابعه تاريخنا، تابعه هويتنا، تابعه التراث نتاعنا، كيف نعاودوا نحيوها ونعاودوا نوريوها للعالم ونوريو من خلالها يعني العظمه نتاع حضاره كارتاج والحضارات يعني البحر الابيض المتوسط الكل،
حاجة نتصورها مهمة برشا لأنه هو زاد بالسياحة بالثقافة في بلادنا وفي بلدان البحر الأبيض المتوسط الكل، خطر الصبغة هذه كانت عندها أهمية كبيرة برشا عند كل شعوب وحضارات البحر الأبيض المتوسط من 4000 سنة حتى يكش السقوط القسطنطينية، يعني تقريبا 700 عام التالي.